بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب نشرح لكم في الفيديو ده موضوع صغير خالص اللي هو موضوع اللوكال اناثيتكس، عشان نبقى خلصنا موضوع الانسيجا. شرحنا الفيديو اللي فات الجنرال، المره دي نشرح اللوكال. هو موضوع صغير قوي، ولذلك لانه صغير موضوع صغير فانا مش عايز درجه تضيع منك، لان في بعض الملاحظات ممكن الممتحن يضيع منك درجه ملهاش اي 30 لازمه، فتاخد بالك. الموضوع ده بيهم اكتر الناس اللي هم زمايلنا بتوع اطباء الاسنان، لانه معظم شغلهم في اللوكال اناثيتكس. لما نخلص الموضوع ده نبقى خلصنا معظم مواضيع السي ان اس. يتبقى طبعا بعض المواضيع لسه في السي ان اس، لكن ناجلها شويه، يعني ناخد بقى بريك من السي ان اس كده، والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله او الشروحات اللي جايه تبقى لمواضيع الاندوكراين، لسه عندنا حاجات مهمه ما خلصناهاش في الاندوكراين. ناخد بقى موضوع الجنرال اناثيتكس بسرعه كده، ونستعرض معاك في الاول في الانترودكشن كده بعض المفاهيم الصغيره علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم ازاي. انا عايز ارتب لك الانسيجا على حسب الليفل، يعني على حسب انت ناوي تعمل بنج او تخدر قد ايه من البودي. فلو حضرتك مثلا هتعمل انسيجا للهول بودي انكلودنج ذا برين، يعني تاخد البرين معاك، يبقى دي كده اسمها جنرال انسيجا. اي نوع انسيجا اخر ما ياخدش البرين معاه، يعني لو بفرض ان انت بتخدر الجسم كله، لو بفرض يعني without the brain، ما يبقاش برضو اسمها general. كلمة general مرتبطة بانك including the brain loss of consciousness. الدرجة اللي بعد general anesthesia اسمها regional anesthesia. regional من كلمة region. region يعني انت مثلا ناوي تاخد او تعمل anesthesia لل whole upper limb. لو انت بتعمل تخدير لل upper limb كده، ده ما يبقاش اسمه local، ده اسمه regional anesthesia. او مثلا لو انت عايز تعمل anesthesia لل lower half of the body، برضه يبقى اسمه ريجونال وليس لوكال. عندنا مثالين مشهورين لحكايه ريجونال انستيجا دي، اتعملوا كتير قوي ويعني مشهورين. حاجه اسمها نيرف بلوك وحاجه اسمها سباينال انستيجا. نيرف بلوك اللي هي ايه؟ او يعني المثال بتاعها ايه؟ المثال بتاعها ده اللي هو لو انت حضرتك عاوز تعمل بنج او تعمل تخدير للايه؟ للابر ارم او للهول ارم. الطبيب المتمرس، طبيب التخدير المتدرب كويس، يقدر يدخل بالإبرة بتاعته اللي فيها لوكال أناثيتك، يدخل من الأجزلة لحد ما يوصل near the nerve roots اللي هي الأعصاب اللي هي supplying الـ upper arm. يدخل قريب من النيرف روت، وطبعا كلمة يدخل قريب دي ده حاجة هو متدرب عليها، يعني حاجة لازم اللي يعملها well trained person، وبيعملها under ultrasound، يعني الجهاز المجدفق الصوتية الالترا ساوند، البروب بيتحط ويبين له بالظبط الإبرة داخلة فين، لأنه لو دخل في النيرف نفسه تبقى مشكلة. هو عايز يدخل بالأنسيجة حوالين النيرف، قريب من النيرف، around the nerve، إنما مش في النيرف نفسه. أما يدي الأنسيجة أو الأناثيتك ايجنت around the nerve root، يقوم كل الأرم ده يبقى anesthetized، تقدر تعمل فيه جراحة زي ما أنت عايز. دي كده اسمها peripheral nerve block، تقدر حضرتك تعملها في أي منطقة لو أنت عارف الأناتومي كويس. تقدر تعملها في الابر ارم، تقدر تعملها في اي منطقه انت عارف النيرف بتاعها فين، تقدر تدخل جنبه برضو بالالترا ساوند وتعمل الحكايه دي. النوع الثاني او المثال الثاني لريجونال انستيجا اللي هو السباينال، او يعني انك تخدر اللور هاف اوف ذا بودي. اما تخدر اللور هاف اوف ذا بودي عندنا نوعين من الانستيجا شبه بعض، وهقولهم لك بالتفصيل في الصوره اللي بعد دي على طول. عندنا حاجه اسمها سباينال وايبيديورال، حاجتين شبه بعض اقولهم لك. الدرجه بقى اللي بعد ريجونال انستيجا اللي هي الثالثه دي اسمها لوكال. لوكال انستيجا انك تعمل انستيجا منطقه صغيره، يعني حاجه يعني منطقه صغيره جدا، يبقى دي اسمها لوكال وليس ريجونال. يعني مثلا لما بتروح لدنتست ويعمل لك انستيجا للجم، فهذه نوع او مثال للوكال انستيجا. يبقى احنا كده عرفنا جنرال وعرفنا ريجونال وعرفنا لوكال. اخر نوع بقى من الانستيجا واقلهم اللي هو السيرفس انستيجا. سيرفس يعني حضرتك بتعمل تخدير للسكن من بره، ما بتحقنش حاجه، يعني كريم مثلا في لوكال انستيتكس. ممكن لما تروح مثلا لزمايلنا اطباء العيون، لما يعمل لك عايز يعمل اكزامينيشن للكورنيا، فهو عايز يلمس الكورنيا من غير ما يحصل لك كورنيا ريفلكس، فيضطر يدي لك اي دروبس فيها لوكال انستيتك. اهو الاي دروبس اللي بحطها لك في عينك دي وتخدر العين، اهو ده مثال لكلمه سيرفس انستيجا. رتبنا كده الأنسيجة من الأكبر إلى الأصغر عشان الترمات تبقى إيه؟ تبقى محفوظة أو تبقى معروفة. هنا عايز أفرق لك ما بين كلمة سباينال اتفقنا عليها وكلمة إيبيديورال اللي شبه بعض دول. بس عشان أفرقها لك بقى عشان نشرحها كويس، إحنا نكبر دي شوية كده الرسمة دي علشان نتكلم عليها كويس. الرسمة اللي قدام حضرتك دي أنا واخد كده
سيكشن او ساجيتال سيكشن في اللامبر ريجون. الفيرتبراي اللي هي L1 لامبر 1 لامبر 2 لامبر 3 L4 L5 دول الخمس فقرات اللي احنا بنسموهم الفقرات بالعربي الفقرات القطنيه بتاعه الظهر. تلاحظ انه الكل فيرتبرا عباره عن ادل بودي بيبان كده وهنا دي ناحيه الظهر دي السباين بتاعتها. يبقى دي كده عباره عن 1 فيرتبرا كده ده L1 ودي السباين بتاعتها L2 وهكذا. عايزك تاخد بالك من ملاحظتين في الاناتومي. الملاحظه الاولى قبل ما ندخل بقى في التكنيك يعني الملاحظه الاولى انه السباينال كورد عند يعني الغالبيه من الناس بينتهي عند لمبر 2. نادر قوي قوي ان السباينال كورد ينزل تحت لمبر 2. ده ملاحظه مهمه. ليه بقولها لك؟ عشان اما اقول كلمه سباينال انستيجا بنلاقي بعض الطلبه يفكر ان كلمه سباينال انستيجا معناها ان انا بدخل في السباينال كورد. اوعى تقول الكلمه دي، اوعى تقول ان انا بدخل في السباينال كورد، تبقى جريمه. لو انك دخلت بالابره في السباينال كورد هتعمل سباينال شوك ومشكله كبيره جدا. احنا لما بنقول ان احنا عايزين نعمل سباينال انستيجا احنا نقصد ان احنا نبنج او نعمل تخدير للاعصاب اللي نازله من السباينال كورد او اللي هي طالعه من السباينال كورد من فوق من ما بين كل فيرتبرا والتانيه. انما انا ما بدخلش ابدا ابدا في السباينال كورد ولا باجي ناحيته. يبقى دي اول ملاحظه. مجموعة النيرفات اللي انت شايفها جاية من الـ end of the spinal cord اللي هي النازلة دي اسمها كودا إكوينا أو كودا إكوينا. هي دي مجموعة النيرفز اللي هتبقى supplying the lower half of the body. فيبقى الـ aim بتاع دكتور التخدير لو عايز يعمل spinal anesthesia انه ايه يخدر الأعصاب دي انما ما يجيش ناحية الـ spinal cord. فهو لازم يعرف الليفل بتاع لمبر 2 فين علشان ينزل تحته، عشان لو ناوي يدي anesthesia يبقى ينزل تحت لمبر 2 ما يجيش ابدا في المنطقه اللي فوق دي عشان يتجنب الانجري اوف سباينال كورد. دي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي عايزك برضه تاخد بالها من الاناتومي، انا بتكلم اناتومي دلوقتي، انه السباينال كورد والكودا ايكواينا اللي هي النيرفات دي السباينال كورد متحوط بمجموعه اغلفه انفلوبس. من الاغلفه المهمه دي الحاجه اسمها الديوره ماتر. الديوره دي اللي هي عامله زي الانفلوب كده، عامله زي كيس النايلون مغلفه السباينال كورد من اول هنا وصولا طالعه لحد فوق خالص لحد البرين من فوق. ليه ربنا عامل الغلاف ده؟ اللي هي طبعا لو انت شايفها دلوقتي هتشوف حوافها، يعني هي مقطوعه كده، فانت شايف حوافها اللي هي الزرقاء الخفيفه دي، كانه السباينال كورد والنيرفات دي انكلوزد في الايه في بيسموها ديورال ساك. ساك يعني كيس، حاجه زي كيس النايلون يعني. ليه ربنا عاملها؟ علشان الفراغ ده او الكومبارتمنت ده هو ده مليان سي اس اف، يعني السباينال كورد والنيرفات اللي انت حضرتك شايفها دي عايمه في السي اس اف. فما كانش ينفع يبقى السي اس اف عايم كده منه للايه للتشو، كان هيتسرب في التشو. فربنا عامل الديوره وعامل الاغلفه اللي حوالين السباينال كورد عشان السي اس اف لا يتسرب الى الادجيسنت تشو. كويس. يبقى اذا لو انت عايز تعمل سباينال انستيجا يبقى دكتور التخدير ناوي يدخل بالابره بتاعته فين؟ جوه السبيس ده، جوه السبيس يعني يدخل في السي اس اف، يحقن الاناثيتيك ايجنت بتاعه جوه هنا اهو في الايه في الديورال سبيس. ساعات يسموه سب اراكنويد سبيس، نفس هي نفس المعنى يعني كلمه سباينال او سب ديور او سب اراكنويد سبيس. لو طبيب التخدير دخل بالابره بتاعته زي ما قلت لك جوه هنا اهو جوه المنطقه دي وحقن جوه السي اس اف هيخدر الاعصاب دي كده يبقى اسمها سباينال انستيجا او سب اراكنويد زي ما قلت لك. تاخد بالك برضو من حاجه ان هو دكتور التخدير بيدخل غالبا يعني المكان المفضل دايما ان هو يدخل ما بين لمبر 3 ولمبر 4 عشان يتجنب يعني يبقى ضمن انه نزل تحت والابره مش هتدخل في السباينال كورد. ده يعني اشهر مكان يفضل ان هو يعدي الابره منه. طيب اذا طبيب التخدير فضل بقى حاجه تانية، فضل انه يحقن الاناثيتيك ايجنت بره الديورال ساك. يعني لو تلاحظ كده انا عايزك تركز على سن الابره اللي هي مرسومه دي. سن الابره اللي في الرسمه دي السن مش داخل جوه الساك اللي انت شايفها دي، لا ده بره الديوره، بيحقن الاناثيتيك ايجنت ما بين الديوره وما بين التشو، ما بين الديوره وبين الليجامنتس بتاعت الظهر دي، ظهر العين الناحيه دي. لو حقن الاناثيتيك ايجنت في الفراغ الاسود ده اللي انت شايفه ده، هو الفراغ اللي انا بعلم عليه ده، الاناثيتيك ايجنت هيمشي في الفراغ اللي حوالين الديوره من بره.
طب هيبنج ازاي؟ هيبنج الاعصاب بقى، ما في اعصاب خارجه من السباينال كورد ما بين كل ايه اتنين فيرتبرا وبعضهم. الاناثيتيك ايجنت هيمشي هيبنج اريا اكبر، يعني هياخد اللور هاف اوف ذا بودي وهياخد كمان اريا من فوق، لان الاناثيتيك ايجنت هيمشي تحت هنا وهيمشي ايه لفوق. الفرق اللي ما بين كلمه ايبيديورال وكلمه سباينال او سب اراكنويد، الفرق في حاجتين. الحاجه الاولانيه الديوريشن، لو انت حقنت الاناثيتيك ايجنت جوه هنا في السباينال سبيس، عملت سباينال اناسيجا، انت كده خدرت اللور هاف اوف ذا بودي بس، يعني ممكن تبقى ساعه ساعه ونص ولا حاجه. انما لو حقنت الاناثيتيك ايجنت بتاعك في الايبيديورال سبيس، ده بيقعد فتره اطول، يبقى الايبيديورال اناسيجا لها لونجر ديوريشن اوف اكشن. الحاجه بقى الاهم من حكايه لونجر ديوريشن دي، ان الايبيديورال اناسيجا مناسبه جدا، لانه طبيب التخدير مش بقى يدخل بالابره ويحقن كده مره وخلاص، لا، ده هو يدخل في الايبيديورال سبيس ويحط حاجه بيسموها كاثيتر، كاثيتر اللي هي قسطره، كاثيتر زي اللي مرسومه قدامك دي. الكاثيتر دي بيدخل زي الابره كده، بيدخل بالابره وبعدين يسيب زي انبوبه رفيعه جدا. الانبوبه دي بتفضل انسرتد في السب اراكنويد سبيس، ويثبتها من بره ببلاستر ويامن عليها كويس، ويقدر يدي فيها بقى زي ما هو عايز، يدي بنج زي ما هو عايز، ممكن يدي مورفين، يدي اي حاجه، خصوصا للمرضى بتوع اللي هم التيرمينال كانسر. اما نحب يعني مريض تيرمينال خلاص وجسمه كله فيه الام من فوق لتحت، فتلاقي دكتور اخصائي التخدير يعمل له الايبيديورال كاثيتر دي، يدخل في الايبيديورال سبيس ويثبت القسطره ويدي منها مورفين بقى كل يوم، يعمل اناسيجا لللور هاف وجزء اكبر من فوق. الحاجتين دول سواء سباينال اناسيجا او ايبيديورال اناسيجا، يعني كتير قوي دكاتره النساء والولاده بيعملوهم، بيطلب طبيب التخدير يعملهم لما يكون ناوي يعمل سيزيريان سكشن اللي هي الولاده القيصريه، بيفضل انه يعمل الحكايه دي عشان تبقى الست اثناء الولاده فايقه وصاحيه وتمام وعماله تسمع مزيكا، وفي نفس الوقت هي مش داريه باللور هاف اوف ذا بودي، يعني لانه عامل سباينال او ايبيديورال سواء دي او دي، فدايما يعني تتطلب في حاجات الاوبستاتريك سيرجرز. كده انا شرحت لك الفرق ما بين كلمه سباينال وايبيديورال، واللي عايز اركز عليه ان الايبيديورال اناسيجا بنستخدمها كتير لمرضى الكانسر التيرمينال كانسر، علشان نحط الايه الكاثيتر اللي قلت لك عليها دي. اللي بعده بقى نشوف، ندخل في كلام الفارما، كلام بقى الادويه، الكلام بتاعنا. اللوكال اناثيتكس اللي هكلمك عنهم هم في الدنيا كلها عائلتين، عيله اسمها عيله الاسترز، العيله الاخرى اسمها عيله الامايدز. جت منين بقى التسميه؟ هقول لك ليه سمينا استرز وليه سمينا امايدز، وهل ده مهم بالنسبه لنا كفارما ولا لا. انا عايزك تبص على شويه الكيمياء الصغيرين اللي هقولهم دول، عايزك تبص على الاستراكشر بتاع الاناثيتكس. غالبيه الاناثيتكس ان لم يكن جميعها، يعني ان لم يكن كلها، غالبيتها فيها الرينج اللي حضرتك شايفها دي الاروماتيك رينج، وفيها الناحيه الثانيه كده النيتروجين اللي حضرتك شايفها دي اللي هي التيرمينال نيتروجين، كانها ايه؟ كانها زي السمكه كده، راس وديل، الراس اروماتيك رينج والديل اللي هو فيه نيتروجين. الفرق اللي ما بين اناثيتك والتاني انك ممكن تحط هنا سايد تشين زي ما انت عايز، تحط هنا سايد تشين، انما التركيب اللي انت شايفه ده اللي هو الاروماتيك رينج والتيرمينال نيتروجين ثابتين في كل انواع اللوكال اناثيتكس. يتبقى عندنا بقى الايه اللينك اللي ما بين الاثنين، الرابطه اللي بتربط النيتروجينة دي بالايه بالهيد اللي هي الاروماتيك رينج. الرابطه دي لو شفتها بالشكل ده، يعني كربونه كده ماسكه في اكسجينه واكسجينه من الناحيه دي كده عامله زاويه قايمه كده، دي اسمها ايستر لينك. طيب اذا كانت نفس التركيب بالظبط، مش هنروح بعيد، هو نفس التركيب اهو، انما الخلاف بس في الايه في اللينك دي، في الرابطه دي. اذا شفت رابطه بالشكل ده، نفس الكربونه برضو رابطه باكسجينه كده، لكن بدل الاكسجينه اللي هنا دي تبدلت بايه؟ بان اتش جروب او امايد، يسموها امايد جروب، دي يسموها امايد لينك. بناء عليه كل اللوكال اناثيتكس اللي فيها البوند دي نسميها استرز، تنتمي لعيله الاسترز، وكل اللوكال اناثيتكس اللي فيها البوند الامايد يسموها امايدز. برضو ليه بنقول الكلام ده؟ علشان اللي هقوله لك ده، الاستر بوند دي سهل جدا تتكسر بسهوله جدا، اي انزيم في جسمك اسمه استريز، اي حاجه استريز، يعني مثلا كولين استريز، تيشو استريز، نون سبيسيفيك استريز، اي حاجه فيها استريز بسهوله جدا تكسر الايه الاستر بوند دي،
وبالتالي يبقى اللوكال انستيتيك ما يقعدش في جسمك دقايق، ممكن يقعد تلت ساعه بالكتير يعني، لانه هيتكسر بالتيشو استريز، فيبقى الديوريشن اوف اكشن شورت. اما هنا بقى لو كانت اللينك امايت دي صعب كسرها جدا، لا يمكن اي انزيمي يقدر عليها، يعني لا تيشو استريز ولا غيره، دي اللي يقدر عليها الليفر. فطبعا على ما اللوكال انستيتيك بقى ينتقل من المكان اللي حقنته فيه ويلف ويوصل تاخد وقت طويل. فيبقى الامايدز لها لونجر ديوريشن اوف اكشن ومور ستيبل، يعني تعتمد عليها في انك لما تديها بتقعد فتره طويله ما بتتكسرش بسهوله. يبقى احنا كده استعرضنا معاك الاسم جه منين، يتبقى عندنا والاسم وترتب عليه ايه، ويتبقى عندنا بس الامثله الاسماء. الاسترز، عيله الاستر، الاب الروحي بتاعهم اول واحد اكتشف في العيله كان اسمه بروكين. البروكين ده تقريبا في الخمسينات، فده يبقى البروتوتايب. الكوكين من نفس العيله، بس الكوكين حاجه ناتشرال، والكوكين هو ايوه ينتمي لللوكال انستيكس، لكن احنا ما بنستخدموش كتير، او يعني ريرلي، خلاص ما عادش يستخدم. يبقى البروكين كوكين، وفي حاجه اسمها تتراكين والبنزوكين. يبقى بروكين كوكين تتراكين بنزوكين، واي حاجه اخرها سي اي اي ان اي تبقى لوكال انستيك وانت مرض. قلت لك ان كل دول لهم شورت ديوريشن اوف اكشن، جايز اللي بيشز عن القاعده فيهم وبيغلس شويه في موضوع التكسير ده التتراكين ده، فده شويه له لونجر ديوريشن، يعني اطول منهم في الديوريشن نسبيا، انما يظل اقل برضو من الامايد. نيجي للامايدز بقى، الامثله بتاعتهم الليدوكين ده البروتوتايب. طبعا الليدوكين ده انت سمعته كتير جدا، الليدوكين هو الاساس. اتعمل بعده بقى بعد الليدوكين حاجه اسمها ميبيفاكين، بيوبيفاكين وروبيفاكين. طبعا كلمة بيفا كين ثابته فيهم كلهم، فإذا شفت حرف الفي يبقى غالبا ده أمايت، يعني وانت مغمض كده يبقى ده أمايت. يبقى خدنا أربعة وخدنا أربعة وعرفنا الفرق ما بين عيلة الإسترز وعيلة الأمايد، وأهم فرق بالنسبة لي أنا ركزت عليه إن دول بيتكسروا بسرعة بالنون سبيسيفيك استريزز، إنما دول ما بتكسروش بسرعة ولهم لونجر ديوريشن أوف أكشن ومور ستيبل، ودول اللي استخدامهم عندنا النهاردة كتير. معظم استخدامنا لللوكال أناثيتكس هي عيلة الأمايدز، دول ما عادوش بيستخدموا كتير قوي. شوف اللي بعدها بقى، والمعلومه اللي بعدها الميكانيزم اوف اكشن. ميكانيزم اوف اكشن عايزين يعني عايز ارتب لك كده الافكار واحده واحده علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم ازاي. بعد ما هشرح لك التفاصيل هقول هريحك خالص، هقول لك جمله واحده تلخص لك كل اللي انا هقوله. دلوقتي انا عايز بس ابتدي معاك كده بايه، بالباث واي، البين باث واي. لو بفرض ان مثلا عندك هنا اللور ليمب ولا اي بارت من البودي، البارت اي تيشو فيه ريسبتورز على اختلاف انواعها بقى، في ريسبتور بتستجيب للبين يعني بيسموها نوشي سيبتورز، في ريسبتورز بتستجيب للحراره البروده والحراره، في ريسبتورز بتستجيب للميكانيكال بريجر. المهم ان عندنا انواع كتير من الريسبتورز. الريسبتور هياخد السنسيشن ينقله عن طريق نيرف فايبر، يطلع النيرف فايبر لحد ما يدخل في السباينال كورد على حسب الليفل بتاعه، ثم تطلع الايه السيجنال من السباينال كورد وصولا للهاير سنتر، وحضرتك تحس بالبين او تحس بالاحساس المعين في الاريا اللي جاي لك منها السيجنال. انا بقول الكلام ده عشان معلومه صغيره، انه اللوكال انستيكس اللي انا هكلمك عن الميكانيزم بتاعها ما بتشتغلش على ريسبتور خالص، ولا لها دعوه باي ريسبتور نهائي، ولا بتقفل ولا بتفتح، فمحدش يلخبطك، ولا هي بتشتغل على سباينال كورد، ولا هي بتشتغل على هاير سنتر، امال هي بتشتغل فين؟ على النيرف ده اللي هو النيرف فقط، النيرف فايبر. يبقى كلمه لوكال انستيك ما كان شغلها هو النيرف فايبر. علشان كده بقى احنا يعني طالما جينا لموضوع النيرف، انا عايز بقى اقول لك ان احنا عندنا اربع انواع من او يعني تقسيمه للاعصاب. حضرتك الرسمه ده اللي انا كبرتها دي بتبين لك ان احنا عندنا مقسمين الاعصاب اللي في الجسم على حسب الديامتر، القطر بتاع كل عصب. فعندنا اللارجست ديامتر، يعني العصب التخين قوي ده اسمه كلاس اي الفا، دي اتخن نوعيه اللي الفايبرز التخينه قوي. اللي اقل منها في القطر او في الديامتر شويه اسمها كلاس اي بيتا. احنا دلوقتي بنقسم النيرف فايبرز على حسب الديامترز مش على حسب الفانكشن، القطر بتاعها. فدي القطر الكبير قوي اللي هو الاي الفا، الاي بيتا القطر الاصغر، الدلتا اللي هي القطر الاصغر، ثم ارفع حاجه في جسمك اللي تقريبا رفع الشعر بتاعنا اللي هي السي فايبرز اللي هي الاخرانيه دي. يبقى انا كده عندي
four types of nerves according to the diameter, من الـ يعني largest لل smallest. تعالوا بقى نكلمك على بسرعة كده على تركيب النيرف فايبر. طبعا النيرف فايبر عبارة عن زي كأنه سلك كهرباء بالظبط، ده وظيفته انه ينقل سيجنال الكتريكال سيجنال من مكان الى مكان، زي ما تفرقش عن السلك اللي انت بتشوفه اي سلك كهرباء. اللي جوه ده اللي باللون اللي هو ده السيتوبلازم، بسموه اكسونال سيتوبلازم. يا اخي اعتبر النيرف فايبر كانها سيل بس الونجيتد، يعني خليه انت مططتها كده من الشرق للغرب. فده السيتوبلازم ماشي معاك زيها زي اي سيل انت عارفها. وفي سيل ممبرين عادي جدا زي اي سيل، بس اللي هيفرق بقى انه النيرف فايبر غالبا بتبقى متحوطه بالطبقه الصفراء اللي انت شايفها دي، اللي احنا بنسميها مايلين شيس. الطبقه دي بتبقى طبقه من الليبيدز او الدهون، وظيفتها يعني لها وظائف كتير، ريجينريشن وحاجات كتير، انما من ضمن وظائفها المهمه انها تعمل الكتريكال انسيوليشن، نوع من العزل، عزل كهرباء، لان النيرف اللي هيشيل اشاره او هيشيل ديبولاريزيشن او شايل سنسيشن كانه سلك كهرباء ما ينفعش يتساب كده، ما ينفعش يتساب من غير انسيوليشن. حتى سلوك الكهرباء انت عارف انها بتبقى عليها طبقه بلاستيك، لان حتى لو انت عندك حزمه من الفايبرز، الحزمه دي جنب بعضها فيها مثلا 3000 او 4000 فايبر، مش معقول يبقوا ملمسين في بعض. فلازم ربنا يعمل لك العزل الكهربي اللي اسمه المايلين شيز. ده مايلين شيز هتلاقيه بقى في النوع الاولاني اللي هو الالفا والبيتا والدلتا، كل دول يسموهم مايلينيتد نيرفز، يعني نيرفات معزوله. الوحيد اللي ما فيهوش مايلين شيز هو النوع السي الاخراني، اللي هو ارفع نوع، مش محتاجين له خالص مايلين شيس، لان دي حاجات رفيعه جدا بتبقى موجوده في نهايات الاطراف، يعني مش مستاهله انك تعمل عليها مايلين شيس. يبقى كده الاربع انواع انا قلتهم لك بقى لسبب. ليه؟ لان انا دلوقتي لما اشرح لك اللوكال اناثيتكس عايز اقول لك ان اللوكال اناثيتكس اللي حضرتك هتديها ما بتخدرش ده خالص، ما بتجيش ناحيه الاي الفا ولا بتيجي ناحيه البيتا، انما هي ممكن تاثر على الحاجات الرفيعه اللي هي السي فايبرز والدلتا فايبرز. هو ده النوعين من الاعصاب اللي ممكن تتاثر باللوكال اناثيتك ويشتغل عليها. ولحسن حظك وحظنا كلنا ان الفايبرز الرفيعه دي هي دي المسؤوله عن البين ترانسميشن، هي دي اللي بتنقل البين سنسيشن. حاجات التخينه دي بتنقل حاجات تانية، معظمها موتور واوتونوميك ومش عارف، انما السنسيشن البين تحديدا اللي بينقله النوعين دول الدلتا والسي. ومش عايز حد يلخبطك، انا قلت ايه ان في نوع اسمه ايه الفا وايه بيتا وما قلتش ايه جاما، ما عندناش ايه جاما خالص. انت شايف الفا وبيتا ودلتا على طول، دلتا وسي. وزي ما قلت لك النوعين دول الرفيعين دول هم اللي بيشتغل عليهم اللوكال ايه اناثيتكس. طيب ارجع بقى ندخل جوه شويه موليكولر، يعني احنا تدرجنا من في المعلومات من شرحنا البين باثوي، وقلت لك ان اللوكال اناثيتكس هتشتغل على النيرف وليست على الاماكن دي، ثم قسمنا انواع النيرفز الى اربع انواع، وقلت لك ان النوعين اللي هو السي فايبرز والدلتا هم النوعين الرفيعين جدا اللي هيشتغل عليهم اللوكال اناثيتك اللي هم بينقلوا البين سنسيشن. تعال ندخل برضو يعني في نكبر الصوره دي كده ونشوف بقى حاجه بسيطه موليكولر، نشوف ازاي بالظبط اللوكال اناثيتك هتشتغل بقى على النيرف. الصوره اللي حضرتك شايفها دي كاني خدت لقطة من أو قطاع من النيرف، يعني خدت جزء كده كبرناه عشان نشوفه كويس. الجزء الـ 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 أو اللون الأصفر ده اتفقنا ده المايلين شيس اللي هو اللي بيعمل انسيوليشن. الخط الأزرق ده الأكسونال سيل ممبرين أو السيل ممبرين بتاع الأكسون، واللي جوه ده السيتوبلازم. فده كده الاستراكشر بتاع النيرف كأنك شايفه تحت ميكروسكوب كبير. علشان الإشارة تمشي أو عشان السنسيشن أو أي ترانسميشن يحصل والنيرف ينقل مثلا سي سيجنال من هنا إلى هنا، يعني السيجنال تمشي كده، اللي بيمشي السيجنال دي اللي بيمشيها والمسؤول عنها الصوديوم آيونز. الصوديوم آيونز اللي هي متحوشة بره دي بره النيرف لها بوابات بسموها صوديوم تشانلز. لما الصوديوم ايونز تدخل من البوابات بتاعتها اللي اسمها صوديوم تشانل تقوم تعمل حاجه اسمها ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن ده اول ما يحصل النيرف على طول يوصل الايه الديبولاريزيشن ويف، وعلى حسب بقى كميه الصوديوم والريت بتاعه وانواع الصوديوم تشانلز يكون نوع الاحساس اللي البرين هيترجمه، زي حاجات زي التلغراف بتاع زمان،
فالغراف بتاع زمان كان الموظف يعمل سيجنالز كده معينه بريت معين، يقوم الجهاز هناك يترجم السيجنالز او الكليكات دي لحروف. هو برضو كده الريت بتاع دخول الصوديوم ونوع القنوات اللي تتفتح وتوقيتها بيحدد نوع الاحساس هيكون ايه. هل الاحساس ده تمبريتشر، هل هو بريجر، هل هو بين، يعني وات ايفر، على حسب بقى الريت اوف ايه صوديوم انفلكس. يبقى اذا احنا كده فهمنا ان المسؤول عن الترانسميشن اوف اني امبلس اني سيجنال بين او غيره هو الصوديوم ايونز دي. كده خلاص يعني بدات المساله تبان بقى. احنا لو استطعنا نقفل الصوديوم تشانلز دي يبقى النيرف كانه اتخدر، ما يقدرش ينقل اي سيجنال، حتى لو جبت يعني سكينه وتقطع كده خلاص البين كانه او السنسيشن ما تحسش بيه. يبقى اذا اللوكال اناثيتكس تقدر تختصر كل اللي انا قلته بقى خالص في الجمله دي، ان اللوكال اناثيتكس بتقفل الصوديوم تشانل فين؟ في النيرف، في جدار النيرف، في السيل ممبرين بتاع الاكسونز، وبالتالي ما يحصلش دي بولاريزيشن ويف والنيرف كان نوت ترانسميت السيجنال. خلاص الكلمه دي تكفيني جدا في الميكانيزم. انما انا بفصل شويه علشان جايز حد ايه يعني يكلمك في تفاصيل، ادخل برضو في تفاصيل شويه جايز تهمك. حضرتك لما بتعمل انجكشن للوكال اناثيتك جنب اي نيرف في اي تيشو، يعني وات ايفر، في تحقين لي هنا او في اي مكان في جسمي، البي اتش بتاع جسمك كام؟ لو انت يعني فيسيولوجيكال بي اتش عندنا في معظم التيشو عندنا تقريبا يتراوح 7.4 7.4 من 10، ده الفيسيولوجيكال بي اتش. غالبيه اللوكال اناثيتكس لما يحصل لها انجكشن وتبقى في البي اتش ده، النيتروجين اللي انا وريتها لك من شويه في الصوره اللي فاتت لما وريتك الاستراكشر، قلت لك ان الاستراكشر عباره عن اروماتيك رينج ونيتروجينه في الاخر في الديل، النيتروجينه دي في البي اتش ده بتكتسب شحنه فبيبقى المولكيولز بالشكل ده ايونايزد، انما مش كلهم، بعض المولكيولز تبقى يعني نون ايونايزد، نون ما هيش شايله شحنه، والبعض الاخر ايونايزد. يبقى اندر ذا فيسيولوجيكال بي اتش موست لوكال اناثيتكس لما يحصل لها انجكشن بتنقسم جزئين، جزء يبقى شايل شحنات وجزء لا اللي هو نون ايونايزد. قلت لك مره زمان انه اي مولكيول ايونايزد او تشارجد كان نوت بينتريت اني ممبرين، ما يقدرش يخترق. انما الجزء ده هو ده المولكيولز اللي هي نون ايونايزد هي دي اللي بتقدر تعدي من المايلين شيس لانها ليبيد سوليبل. يا شباب اي حاجه شايله شحنه تبقى ووتر سوليبل، واللي ما هوش شايل شحنات غالبا، بقول غالبا، يبقى ليبيد سوليبل، فدي اللي تقدر تعدي. طيب كويس، دي كده عدت ودخلت السيتوبلازم، جميل. دلوقتي بقى انا عندي شرطين مهمين جدا عشان اقفل الصوديوم تشانل دي. الشرط الاولاني ان الصوديوم تشانل دي ما بتتقفلش من بره من هنا، يعني الكره دي ما تعرفش تقفل من هنا، لا حضرتك لازم عشان تتقفل تتقفل من جوه، يعني من الانر فيستيبيول اللي هو المدخل الداخلي هنا، من هنا المنطقه دي. هذا الشرط الاولاني. الشرط الثاني ان مستحيل المولكيولز بتاعت اللوكال اناثيتك اللي دخلت السيتوبلازم دي تقدر تشبك في التشانل وتقفلها الا اذا كانت ايونايزد. يعني المولكيولز اللي هي النون ايونايزد الخضراء اللي عدت دي وقدرت بينتريت السيل ممبرين والباريرز دي كلها، بعد ما تعدي هي المفروض مش هتعرف تشبك الا اذا اكتسبت شحنه. لحسن الحظ لقينا ان السيتوبلازم البي اتش بتاع الاكسونال سيتوبلازم البي اتش اللي هنا ده، اول ما المولكيولز اللي كانت نون ايونايزد بره اول ما بتدخل الاكسونال سيتوبلازم البي اتش ده بيحولها الى ايونايزد مولكيولز، وده من حسن حظنا، لان لو ما حصلتش الحكايه دي عمر المولكيولز دي ما تقدر تشبك. هي اول بقى ما بتكتسب ما تبقى ايونايزد جوه، ها تتحبس بقى خلاص، اتحبست جوه تقوم تشبك في الايه، تقدر في الحاله دي تشبك في الانر فيستيبيول اوف ذا صوديوم تشانل. يبقى احنا هنرتب معلوماتنا كالاتي، هقولها يعني هنقولها بالترتيب، انه اللو افتر انجكشن اول لوكال اناثيتكس بيكام بارشالي ايونايزد وبارشالي ان ايونايزد، جزء وجزء. الجزء اللي بيقدر بينتريت السيل ممبرين هو الجزء النون ايونايزد. افتر بينتريشن اند ريتشنج ذا سيتوبلازم هذا الجزء اللي كان نون ايونايزد بيكام ايونايزد اندر ذا افكت اوف سيتوبلازميك بي اتش، وبعد ما يبقى ايونايزد يقدر في الحاله دي يشبك في الانر فيستيبيول اوف ذا صوديوم تشانل وبلوك الصوديوم تشانل، الصوديوم ما عادش يعدي، النيرف اتخدر،
اعمل عملياتك وسيرجري من هنا للصبح، النيرف ده ما عادش خلاص ما عادش يقدر ينقل اي سيجنال الا لما دي تتفتح تاني، يعاد فتحها تاني والصوديوم يرجع يشتغل. كده شرحنا لك موضوع الميكانيزم، والنقطة المهمة حكاية الايونيزيشن دي، لان بيهتموا جدا جدا في معظم يعني المصادر الكتب الاجنبية الكبيرة مهتمة بالموضوع ده جدا، حكاية ان اللوكال اناثيتك بتبقى جزء منها متأين والجزء الاخر لا، او بيتكلموا فيها كتير قوي، فتاخد بالك منها. هنا هكلمك شوية عن بعض النقط الفنية، حاجات بسيطة كده يعني عشان برضو محدش ياكل مننا درجات ملاش لازم. اتفقنا ان اي لوكال اناثيتك اذا كنت ناوي حضرتك تعمل له انجكشن، عندنا مشكله صغيره انه معظم اللوكال اناثيتكس بتعمل فازو دايليتيشن، دي مشكله. لما بتديها حضرتك مثلا لو انت طبيب اسنان وهتديني لوكال اناثيتك، هي بتعمل فازو دايليتيشن، حيثما تتحقن هتعمل فازو دايليتيشن في المنطقه دي. الفازو دايليتيشن ده هيعمل لنا بقى مشاكل عديده جدا. اول مشكله انه الفازو دايليتيشن ده هيعمل بليدنج، يعني المنطقه اللي انت شغال فيها لو انت طبيب اسنان هتنزف، ده اول مشكله. المشكله الثانيه انه اللوكال اناثيتك المولكيولز اللي حضرتك اديتها دي مش هتقعد كتير، لانها الدايليتد فيزلز هتعمل لها ووش، يعني طالما الفيزلز بقت واسعه ودايليتد هتقوم هتشرب اللوكال اناثيتك وتدخله على السيستميك سيركيوليشن، يبقى من ناحيه اللوكال اناثيتك له يعني شورت ديوريشن، واصبح كمان انه دخل السيستميك سيركيوليشن وممكن يعمل لك سيستميك توكسيستي. كل هذه المشاكل جات من ان غالبيه اللوكال اناثيتكس هي نفسها كده، خلقتها كده، خلقتها بتعمل فازو دايليتيشن كلهم. علشان كده بقى الشركات يعني ادركت الحكايه دي وقالت خلاص طالما اللوكال اناثيتك معظمهم بيعملوا البلوى دي، احنا هنحط معاها اي حاجه تعمل فازو كونستريكشن بكونسنتريشن قليله جدا، غالبا بيحطوا ابينفرين اللي هو الادرينالين بكونسنتريشن بسيطة خالص، يعني مثلا واحد على 100,000، واحد على 50,000، حاجات بسيطة، بحيث انها لما حضرتك تدي اللوكال اناثيتك ومعاه الابينفرين ما يحصلش الدايليتيشن ده، لا ده الفيزل تتخنق بقى، يعني خلاص تتقفل بالشكل ده، يحصل لها فازو كونستريكشن، ما عادش يحصل بليدنج، واللوكال اناثيتك ده الموليكيولز مش يحصل لها ووش، فتبقى لها لونج ديوريشن اوف اكشن. الحكايه دي بقى لها فتره يعني موجوده، والمعلومه دي معروفه وبنجيبها كتير جدا للطلبه، نقول لهم ليه بنحط فازو كونستريكتور مع لوكال اناثيتك عشان يحكي لنا القصه دي. من 2003 بقى تقريبا، من 2003 جات اللي هي الجمعيه الامريكيه اللي هي بسموها امريكان دنتال اسوشيشن، في 2003 قالت ان احنا عايزين نعمل كلر كود، او يعني الوان موحده كده عشان نوحدها على جميع الشركات تلتزم بيها. والله الالوان اللي بتشوفها على الكارترج دي بتاعه اللي هي دي اللي بيستخدموها زمايلنا اطباء الاسنان، بتلاقي لون كده باند كلر كده، هذا الكلر بيحدد نوع الاناثيتك نوعه ايه، الكونسنتريشن كام، والفازو كونستريكتور اللي محطوط معاه كام في الميه، او الكونسنتريشن بتاعه قد ايه. يعني مثلا اذا لقينا اللون الاحمر ده الباند الحمراء دي، فده معناه ليدوكين 2% ومعاه ابينفرين 1 على 100,000. إذا لقيت البند الخضراء نفسه برضه هو ليدوكين 2% بس الإبنفرين 1 على 50,000، الكونسنتريشن اختلف. عد بقى الإيه، انزل بقى كده مع الألوان عايز تحفظهم، لو أنت يعني مهتم بحكاية لوكال أناثيتكس هم عندك 5-6 ألوان ولا 7، احفظهم علشان تبقى عارف من شكل الخرطوشة كده من بعيد تعرف دي فيها لوكال أناثيتك نوعه إيه، والفازو كونستريكتور كام في المية بالظبط اللي محطوط. لو أنت عايز فازو كونستريكتور تركيز أعلى يبقى تاخد الأخضر، ده يعمل مور فازو كونستريكشن. الاحمر يعمل less vaso constriction عشان الكونسنتريشن اقل. الازرق ده بلين يعني ما فيهوش اي vaso constrictor، وهكذا. هذا الكالر كود اصبح موحد على الشركات كلها، الشركات كلها تلتزم بيه، يعني ما تجيش شركه كده تحط لون من عندها، لا لازم كله يلتزم بالكالر كود اللي عملته الجمعيه دي. قبل ما اسيب الجزئيه دي برضو عايز انبهك لحاجه، انا دلوقتي قلت لك ان معظم اللوكال اناثيتك بنحط فيها vaso constrictor للاسباب اللي قلناها. لو حضرتك بقى جراح عام جنرال سيرجن وناوي تعمل اوبريشن او سيرجري او ماينور سيرجري في الفينجرز، الفينجرز يا شباب ممنوع نعمل لها انستيجا باي بنج في فازو كونستريكتور، ممنوع، لانه الفينجرز السيركيوليشن اللي فيها هنا الارترز اللي رفيعه جدا اللي ماشيه في الفينجرز، هذه الارترز يسموها اند ارترز، يعني الارتري ماشي رفيع جدا وينتهي مفيش خلاص، هو نهايته هنا في الايه، في الكابيلاريز رفيعه جدا.
لو حضرتك اعطتني لوكال اناثيتك في الفينجر وفي فازو كونستريكتور، هتكون النتيجه ان البلاد فيزلز الرفيعه جدا دي مش هتستحمل الفازو كونستريكتور، النتيجه انها هتتخنق وهتلاقي الفينجر حصل له اسكيميا، لونه اتغير ومش بعيد يحصل جنجرين. علشان كده تاخد بالك كويس قوي لو انت يعني هتشتغل في فينجر او هتشتغل في حاجه ديليكت اللي احنا بنسميها السيركيوليشن او الارترز اللي فيها اند ارترز يعني شرايين منتهيه الى كابيلاريز، ما تستخدمش خالص حاجه فيها فازو كونستريكتور، اذروايز هتعمل اسكيميا وتيشو نكروزز ومشكله. نفس المعلومه دي برضو هقولها لك مع زمايلنا برضو في طب الاسنان. لو مثلا عندك بيشنت والبيشنت بيشتكي انك وانت بتشتغل انت محتاج بنج كتير، او هو بيطلب بنج كتير وعمال يقول لك يا دكتور اديني بنج، لو هتدي بنج كتير للبيشنت ده اكتر من مره، يستحب بقى انك برضو ما تزودش الكونسنتريشن بتاع الايه الفازو كونستريكتور. يعني اول مره اديله اللي فيه فازو كونستريكتور، ولو طلب تاني او احتجت تاني استخدم بقى حاجه خفيفه ما يكونش فيها برضو، تجنبا لانك تعمل تيشو اسكيميا ونكروزس في المنطقه اللي بتشتغل فيها. دي الملاحظات اللي في الصوره دي اديني قلتها لك. اللي بعدها بقى هنتكلم برضو على ملاحظه كده صغيره انا عارف انها هتعجبك، يعني قبل ما اشرحها انا عارف ان المعلومه اللي هقولها دي هتعجبك. بص كده على الرسمه دي اما اكبرها. انا قلت لك انه البي اتش الفسيولوجيكال عندنا التيشو غالبيتها البي اتش 7.4 7.4، ده الفسيولوجيكال بي اتش. وانا قلت لك من شويه ان انت لو اديت لوكال اناثيتك في اي في الفسيولوجيكال بي اتش ده، جزء منه بيكون غير متأين او نون ايونايزد او ليبت سوليابل او ديفيوزابل، ده اللي بيقدر يعدي ويخدر النيرف. انما الاجزاء الاخرى اللي هي شالت شحنات او بقت ايونايزد كان نوت بينتريت، لان اي ايونايزد كان نوت بينتريت. خلاص اتفقنا على المعلومه دي وعرفناها. ادخل بقى على اللي بعدها على الجزء ده. لو حصل تيشو انفلاميشن، الانفلاماتوري ميدياتورز اللي بتطلع من السيلز اللي هي بتاعه الانفلاميشن، الميدياتورز دي اسيدك او بتخلي الوسط مور اسيدك، يعني البي اتش بعد ما كان 7.4 اللي هو توارد ذا الكالاين، لا لو المنطقه انفليمد يبقى البي اتش بينزل بمقدار وحده اللي هي بيبقى 6.4 او 6.4 او اسيدك. ليه؟ عشان الميدياتورز هي اللي عملت المشكله دي. طيب هنا بقى هتبقى فيه مشكله، لانك لو اديت لوكال اناثيتك في اريا فيها انفلاميشن والبي اتش بهذا الشكل، النيتروجينا اللي حضرتك شفتها في الاستراكشر دي هي بقى بتتلكك، عايزه هي عايزه اسيدك بي اتش. اول ما تلاقي الاسيدك بي اتش على طول تشيل شحنه، وبالتالي معظم البارتكلز او الموليكيولز بتاعت اللوكال اناثيتك معظمها ان لم يكن كلها هتكتسب شحنات، وبالتالي تبقى البارتكلز معظمها ايونايزد كان نوت بينتريت السيل ممبرين، ولا يمكن اللوكال اناثيتيك يشتغل في اريا فيها انفلاميشن. وده اللي بيخلي البيشنت اللي جاي لك في عياده طب الاسنان لو عنده انفكشن او انفلاميشن، تيجي تديله البنج في المنطقه اللي هتشتغل فيها يصرخ يقول لك البنج ما بيعملش حاجه، وانت يتهيأ لك انت ان هو بيتدلع، هو ما بيتدلعش. الموضوع علمي كده زي ما انا شرحته لك كده، اي اريا فيها انفلاميشن يبقى البي اتش نزل 6 او يعني نزل توارد ذا اسيديك سايد، كده اللوكال اناثيتيك هيبقى معظمه ايونايزد كان نوت بينتريت، يبقى عمرك ما فيش بنج هينفع، هتدي له حقنه واثنين وعشرة وبرده هيفضل يصرخ وبرده هيفضل يعني عشان المشكله دي. طيب هنحلها ازاي؟ ما هو معظم العيانين اللي هيجوا لك في العياده غالبا هيبقى عنده انفلاميشن واللوكال اناثيتيك مش هيشتغل بالشكل اللي قلناه. جت الشركات حلتها حل بسيط خالص، قالت لك هنحط مع كل اللوكال اناثيتكس نحط صوديوم بايكربونات اللي هو ال NaHCO3. انت عارف ان الصوديوم بايكربونات ده الكالاين حاجه ليه بقى؟ علشان لما نعمل الكومباينيشن ده ان احنا نحط صوديوم بايكارب مع اللوكال اناثيتك، حتى لو حضرتك حقنت الاناثيتك في اريا فيها انفلاميشن، الصوديوم بايكارب ده هيعمل نيوتراليزيشن، نوع من المعادله يعادل البي اتش ده، او يعني يرفع البي اتش شويه بحيث انه الموليكيولز بتاعت اللوكال اناثيتك بتبقى نون ايونايزد، لان اللوكال اناثيتكس كلها بتبقى ايونايزد في الاسيديك ميديوم ونون ايونايزد في الالكالاين ميديوم. فيبقى اذا لو جبت لك سؤال وقلت لك راشونال اوف كومباينيشن، او ايه الحكمه من ان شركات مثلا تحط لوكال اناثيتك مع فازو كونستريكتور، يبقى انت عارف هتقول ايه. او اجيب لك السؤال الثاني اقول لك ايه الحكمه من ان الشركات بتحط اللوكال اناثيتك وتحط معاها صوديوم بايكربونات ليه؟ عشان تحكي لنا الحكايه دي.
القصه اللي انا حكيتها لك دي، وبالتالي اللوكال اناثيتيك يقدر يجيب نتيجه كويسه حتى لو انجكت ات في اريا فيها انفلاميشن. اللي بعدها نشوف بقى بعض الملاحظات البسيطه خالص على كل لوكال اناثيتيك انديفيدوالي، يعني كلمه عن كل واحد كده، علشان الكلمه دي هي اللي ممكن تيجي لك في السؤال بتاع الام اس كيو. هناخد الاسترز الاول اللي ما بيستخدموش كتير. الكوكين حاجه ناتشرال وما عدناش بنشوفه ولا بنستخدمه، فخلاص يعني هو اسم فقط انما ما بنستخدموش. البروكين اول واحد زي ما قلت لك، البروتوتايب بتاع العيله دي اللي طلع في الخمسينات، ما بنستخدموش برضو النهارده لانه ضعيف جدا. بروكين حاجه ضعيفه خالص وخايبه، ما بنستخدموش. قد يكون البروكين منه تركيبات بقى، يعني في حاجه اسمها كلورو بروكين ممكن تشوفه، انما البروكين نفسه لا ما عدناش بنشوفه خالص. البنزوكين ده سيرفيس اناسيجا اونلي، يعني يتحط في الكريمات، يتحط في سبراي، انما نيفر انجكتد لانه ممكن يعمل توكسيستي. اللي هو البنزوكين ده سيرفيس اهو. الكلمه دي بقى اللي انا كاتبها لك ومعلم عليها بالاصفر دي اللي الممتحن ينشن عليها ويجيبها لك في السؤال، يبقى ده الوحيد اللي ما يتحقنش، سيرفيس اناسيجا. التتراكين قلت لك ان ده ينتمي لعيله الاستر، انما الى حد ما له لونج ديوريشن اوف اكشن، اطول منهم شويه في الديوريشن، انما رغم ذلك برضو ما بنستخدموش كتير. يبقى عموما الاربعه الاسترز يعني ينتهي الامر بيهم الى اننا ما بنستخدمهمش كتير. الامايدز هم دول اللي احنا بنستخدمهم اكتر، ودول وايدلي يوزد، نتكلم عنهم برضو كلمتين صغيرين. ليدوكين هو البروتوتايب، الاسم الثاني بتاعه لجنوكين، ده يعني ده اسم علمي على فكره، يعني ممكن السؤال يجي لك ليدوكين او ليجدوكين، وفي اسم ثالث زايلوكين، كلهم مش عارف ليه يعني من قله الاسامي. الليدوكين ده اكتر حاجه يعني وايدلي يوزد كويس، انما انا مش جايبه عشان اقول لك وايدلي يوزد، انا جايبه عشان افكرك انه كان بيستخدم في الفنتريكولار اريزميا. اما شرحنا زمان الكارديو فاسكولار وقلت لك ان في نوع من الاريزميا بيجي بعد المايوكارديال انفاركشن اللي بيسموها بوست مايوكارديال انفاركشن فنتريكولار اريزميا، قلت لك يومها ان الدراج اوف تشويس هو اسمه ليدوكين، هو ده هو البنج بتاع الايه اللي هو اللوكال اناثيتيك ده. يعني هذا اللوكال اناثيتيك له استخدامين، اللي هو الليدوكين تقدر تستخدمه لوكالي يعمل اناسيجا، وتقدر تديه اي في لو العيان عنده فنتريكولار اريزميا. البيوبيفاكين والروبيفاكين حاجات ريسنت جديده وهايله جدا، فيها ثلاث مواصفات كويسين. اول حاجه لهم لونج ديوريشن اوف اكشن. 2 لس كارديو توكسيك، يعني لو بفرض ان حضرتك اديت بيوبيفاكين او روبيفاكين وخطا البنج دخل منك في السيستميك سيركيوليشن وصل للهارت، مش هيعمل مشاكل كتير زي البقيه، فهو اقلهم في الخطوره، يعني يعتبر امن منهم كلهم الاثنين دول. علشان هو امن الدكاتره او الاطباء بتوع النساء والتوليد الاوبستاتريشنز بيستخدموه في السيزيريان او بتوع التخدير، يعني لما يجي مثلا اوبستاتريشن عايز يولد ست سيزيريان سيكشن، تلاقي طبيب التخدير اللي بيعمل لها سباينال اناسيجا بيستخدم غالبا واحد من دول بيوبيفاكين او روبيفاكين، لانه لو لونج ديوريشن ليس كارديو توكسيك وما يعملش مشكله مع الفيتس، مش هيعمل حاجه لا في الدم ولا في مش هيعمل حاجه. انما على العكس بقى البرايلوكين ده انا جايب لك اسمه، جايز انت ما سمعتش اسمه قبل كده، البرايلوكين ده انا جايب لك اسمه عشان ده نيفر يوزد في الاوبستاتريك اوبريشنز، يعني ما تستخدموش ابدا ولا الطبيب يجيب سيرته خالص في اي حاجه تبع الاوبستاتريكس. ليه بقى؟ لانه لو بفرض ان حضرتك اديت واحده في اثناء السيزيريان سيكشن، لو خدرتها بالبرايلوكين ده، البرايلوكين ده ممكن يدخل بشكل او باخر يوصل للسيركيوليشن او للدم بتاع الفيتس، يعمل اكسده، يعمل حاجه اسمها ميت هيموجلوبينيميا، مش في الست مش في الام، في الجنين، لان الجنين هيبقى حساس جدا للبرايلوكين ده، فده نيفر يوزد في الاوبستاتريكس. هنا الممتحن عارف المعلومه دي هيصطادك فيها، يقول لك انا لو عايز اعمل يعني عايز اعمل لعيانه او الست هتولد عايز اعمل لها سيزيريان سيكشن وعايزين نديها سباينال اناسيجا، يا ترى مين افضل واحد؟ اهو افضل واحد ده او ده، يا ترى مين اللي ما بتاخدش ونيفر يوزد عشان الكومبليكيشن اللي اهو ده البرايلوكين. الارتيكين الاخراني، الارتيكين ده زمايلنا اطباء الاسنان حافظينه لانه بيستخدموه كتير جدا، يعني وايدلي يوزد في الدنتستري. الارتيكين انا جايب لك سيرته عشان حاجه بس، عشان هو غريب شويه من حيث الكيمياء. انا قلت لك ان كل اللوكال اناثيتكس اما يبقى فيها استر بوند او امايد بوند، وبناء عليه قسمناهم استرز وامايدز. الارتيكين ده غريب جدا، في الاثنين بقى، في النوعين من البوند، في استر بوند وفي امايد بوند، فاحنا محتارين الحقيقه نصنفه فين، يعني يتحط تبع انهي.
يتحط تبع الايسترز ولا تبع الامايدز. خلاص استقر العرف انه يبقى تبع الامايدز، لكنه بالرغم من كده كونه في ايستر جروب بتخلي له شورت ديوريشن اوف اكشن، ما بيقعدش اكتر من 30 مينت اللي هو الارتيكين ده، علشان رغم انه امايد، رغم انه يعني هو متصنف امايد، انما ليه 30 مينت؟ علشان حكايه انه الايستر بوند بتتكسر بسرعه جدا والموليكيول خلاص ما عادش ينفع. اخر حاجه بقى نوصل للادفيرس افكتس ونخلص الدرس بتاعنا. الادفيرس افكتس اللي هقولها لك دي كلها غالبا بتحصل نتيجه انك اديت لوكال اناثيتك بدوز يعني عاليه قوي، مبالغ فيها جدا، يعني انت مره واثنين وثلاثه واربعه بكميه مهوله، ثم اللوكال اناثيتك دخل الفاسكولار سيستم، يعني هي ده هو ده اللي يعمل لك الكومبليكيشنز. وما تتخضش قوي، يعني مش حاجات، يعني مش حاجات ميجور، مش ات از نوت ديزاستر، ما تقلقش برده قوي. ان حصل واللوكال اناثيتك اللي حضرتك بتديه دخل السيستميك سيركيوليشن، يعني خطأ دخل الوريد او دخل هنا، يعني وصل في السيستميك سيركيوليشن، ممكن لو وصل للسي ان اس يعمل شويه الدوخه ديزنس دي، او ريستلسنس او تريمورز اللي هي الرعشه، او شويه فيجوال ديستربنس، تلاقي العين عينه زغللت، حاسس بهبوط، حاسس ايده بتترعش، دي كلها سي ان اس افكتس. لو بفرض ان اللوكال اناثيتك دخل سيستميك سيركيوليشن ومشي مع البلاد وصل للهارت، ممكن يعمل براديكارديا. ما تتخضش برضو، يعني براديكارديا انا ما قلتش ارست، انا بقول لك شويه براديكارديا عادي. البراديكارديا دي حصلت ليه؟ لان الهارت، انت عارف ان هذا الهارت اهو، انت عارف ان الهارت بيشتغل بحاجه اسمها اس اي نوت اللي هو البيس ميكر. اهي الاس اي نوت دي فيها صوديوم تشانل، طب ما الصوديوم تشانل دي اللوكال اناثيتك هيطولها ويقفلها، يوم العيان يجيله براديكارديا. ممكن يحصل شويه هايبوتنشن، العيان ضغطه يوطى ويعرق. ليه؟ لان انا قلت لك ان معظم اللوكال اناثيتك خلقتها كده من غير اي حاجه خالص، هي بتعمل فازو دايليتيشن، عشان كده احنا حطينا معاها فازو كونستريكتور، وبالتالي ممكن الثلاث حاجات دول يحصلوا لو ايه، لو دخلت سيستميك سيركيوليشن. انما زي ما انت شايف انا ما قلتلكش كاردياك ارست، ما قلتلكش كوما، ما قلتلكش حاجه خطيره، يعني كلها حاجات يعني توليرابل الى حد كبير ومن حسن حظنا. سباينال انستيجيا الاخرانيه انا بقى عايز اخصها كده بشويه حاجات. سباينال انستيجيا اللي هي البنج اللي بيجي في الظهر اللي احنا بنسميه بنج النص ده، اخطر حاجه، بقول the most dangerous complication، مش عايز تسمع سيرتها، ان انت تدخل في السباينال كورد. دي اخطر حاجه انا مش عايز اسمعها منك خالص. لو الدكتور ما كانش متدرب كويس ودخل بالابره بتاعته، بدل ما يدخل في ليفل يعني صح، طلع فوق شويه، او صدفت ان كان البيشنت عنده انومالي ان السباينال كورد يعني نازل تحت الليفل بتاعه، لو دخل في السباينال كورد يبقى عامل حاجه اسمها سباينال شوك. سباينال شوك دي ممكن تبقى حاجه مميته جدا، هيحصل له سيمباثيتك باراليسيس، ضغطه هيوطى ويقع، يعني تبقى يعني دينجرس كومبليكيشن. تاني حاجه، المنطقه اللي دخلت فيها الابره ممكن تعمل باراليسيس لاي منطقه، فانا مش عايز، يعني دي اخطر حاجه بالنسبه لي، مش عايز اسمعها كلمه سباينال انجري دي، سباينال كورد انجري. انما لحسن الحظ هي مش هتحصل كتير، يعني هي والمفروض ده ما تحصلش خالص، يعني المفروض اللي يبقى بيدي سباينال انستيجيا يبقى متدرب كويس. اذا سباينال شوك ذا موست دينجرس، لكن لحسن الحظ هي نادرا ما تحصل. انما ايه بقى الكومونست اللي هي بتحصل كل يوم مع الناس، اللي يعني 100% من اللي بيعملوا سباينال انستيجيا بيشتكوا من هيدك، اهي دي اللي الممتحن يجيبها لك في الام سي كيو، يجيبها لك في صوره ذا موست كومون كومبليكيشن او ادفيرس افكت اوف سباينال انستيجيا از، ويخيرك كده تلاقي كل الطلبه راحت ناحيه سباينال انجري. يا عم لا، سباينال انجري دي يعني هي ايوه خطيره لكن مش هنشوفها خالص، انما اللي بنشوفها كلمه هيدك دي. حصل ليه الهيدك؟ نتيجه انك دخلت بالابره، انا قلت لك انك بتدخل بالابره مثلا في الايه، هنا في السي اس اف، في السب اراكنود سبيس. الابره ساعات دكتور التخدير لما بيدخل فيها يعني شويه بتعمل ليكنج لشويه سي اس اف، السي اس اف اللي بيحصل له ليك ده هو ده المسؤول عن انه يعمل هيدك. ده موست كومون، وطبعا الاجانب مهتمين جدا بالحكايه دي، وطبعا هتلاقي تدخل بقى في بعض الكتب الاجنبيه يقول لك حصلت ليه وتتفاداها ازاي، والدكتور المفروض يعمل ايه، والابره تكون داخله بانجل قد ايه، والديامتر بتاع الابره كام علشان ما تعملش ليك للسي اس اف. كل ده اوت اوف ذا سكوب، احنا عايزين نعرف ان بس كلمه هيدك ذا موست كومون، وسباينال انجري ذا موست دينجرس. حكايه بقى ان ممكن تعمل انفكشن، ده ثيوريتيكال ريسك، لو الابره ما كانتش ويل ستيرلايزد والدكتور دخل بيها وهي مش متعقمه كويس، في ريسك انك تعمل حاجه اسمها سيبتيك مننجايتس.
استعرضت انا معاك دلوقتي كده النقط اللي ممكن اي ممتحن في الدنيا يصطادك فيها في موضوع اللوكال اناثيتكس. ان شاء الله اللي جاي هيبقى الاندوكراين سيستم.